نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله، وان شاء الله يضيف لفريق النادي الاهلي ويكون لاعب مؤثر في مختلف البطولات والمباريات اللي هياخدها النادي الاهلي خلال الموسم الجديد باذن الله. جزئيه اخرى عايزين نعلق عليها مع حضراتكم هو فيما يتعلق باجتماع مستر مارتين لاسيرتي مع لجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب النهارده الصبح. كلام كتير طلع بعد الاجتماع ده، البعض قال لك ايه مستر لاسيرتي خرج من الاجتماع غاضب جدا وزعلان، والبعض قال لك الكابتن محمود الخطيب كمان خرج وزعلان وغاضب. الكلام ده غير صحيح على الاطلاق على الاطلاق، مفيش حاجه من دي حصلت. اجتماع كان جيد جدا جدا ومثمر جدا جدا، وتم الاستقرار فيه على القائمه الافريقيه اللي هيتم الاعلان عنها غدا ان شاء الله. هم 26 لاعب وفي اربع اماكن ممكن تضيفهم في شهر يناير، فبالتالي هيتم الاعلان عن القائمه الافريقيه بكره، وتم الاستقرار بشكل كبير جدا فيما يتعلق كمان بالقائمه المحليه اللي انت عندك لسه وقت لغايه نص شهر 9 تضيف فيها وتغير وتستبعد وكل هذه الامور اللي ممكن النادي الاهلي يفكر فيها خلال الفتره اللي جايه. لكن الاجتماع كان جيد جدا، الاجتماع كان مثمر جدا وكان هادئ جدا جدا جدا، مفيش اي كلام ده خالص اللي ممكن يكون حضراتكم تابعتوه من خلال السوشيال ميديا وبعض المواقع.